زين العابدين والمعروف بملازين، هو واحد من الأبناء 27 للسلطان الحسن الأول، وهو من التركة الثقيلة التي تركها السلطان الحسن الأول. عين السلطان مريزين سلطانا للمغرب على مكناس في 17 أبريل 1911 في ظل اضطرابات شديدة وهوس كبير على من يسيطر على السلطة بين المتصارعين الإخوة، بعد أن حاصرت قبائل بني مطير مدينة فاس وبايعته سلطانا إلى غاية 8 يوليو 1911، عندما أخدعه جيش الاحتلال الفرنسي والسلطان المولى عبد الحفيظ وأعلن ولاءه لأخيه بعد أن قضى 50 يوما من الحكم بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، وأجبرته قوات الفرنسية على التخلي عن الحكم. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على جوانب من شخصية السلطان زين العابدين وكيف عاش مع الكثير من الأحداث والوقائع التاريخية إبان وقبيل توقيع معاهدة الحماية، وكيف تمت مبايعته، وكيف تم القضاء عليه بعد 50 يوما من توليه للسلطة. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها داعما لهذا المحتوى. زين العابدين ابن السلطان الحسن الأول، أمه هي للا زينب أول زوجة للسلطان الحسن الأول، وشقيقه مولاي محمد الذي أبعد من ولاية العهد زمن الحاجب أبو حمال. شهد المغرب موجة من التمرد ابتداء من سنة 1909، وكان التمرد من قبائل تائرة بالقرب من مدينة مكناس. وفاس تطالب منذ أبريل 1911 بتنصيب سلطان جديد وهو زين العابدين، كما كانوا يطالبون بتشكيل حكومة ثورية مؤقتة وإرسال قوات فرنسية تحت إشراف الجنرال موانيي إلى الشاوية، حيث تبين للمغاربة أن اعتراف السلطان باتفاقية الجزيرة الخضراء في مراكش 1907 وتحمل أعباء الديون التي تركها له خلفه السلطان عبد العزيز واللجوء إلى قروض دولية ومتابعة الإصلاحات العسكرية تحت إشراف فرنسا لم يساعد إلا في تسريع وتسهيل سقوط المغرب تحت الحماية الفرنسية والإسبانية. أضف إلى هذا التقسيم الذي عرفه البلد بسبب مؤامرات كبار القيادة في الجنوب والذين نسجوا مؤامرات عديدة ضد السلطان عبد العزيز منذ 1904، وكانوا وراء المطالبة بتعيين أخيه خليفة له سنة 1907. هذا الوضع ساهم بشكل في تسريع تآكل المخزن من الداخل وفي تفاقم الشلل الذي أصابه، وبالتالي في انخفاض شعبيته يوما بعد يوم. فنشأت تحالفات وثورات تطالب بتنحية السلطان عبد الحفيظ، ومن هنا جاء تطويق فاس في فبراير وأبريل 1911، واجتمعت القبائل في أكورا وقبائل مجاط حيث طالبوا بتنصيب زين العابدين ليعطي للإمامة وللخلافة روحا جديدة. وكان من بين أعيان القبائل عقا بويدماني والشريف الكتاني والحاج محمد مكوار المفاوض الفاسي الذي كان ينشط في المعاملات التجارية مع بريطانيا، كانوا الركيزة الأساسية في الحكومة المناوئة التي تم تشكيلها آنذاك لتنحية السلطان المولى عبد الحفيظ. حاول مولاي عبد الحفيظ طلب المساعدة من قبائل الحوز والشاوية ومن مناطق كانت تسانده بشكل قوي في بداياته، وشكلت خلافاته مع كبار القياد في الجنوب الذين أبعدهم من حكومته تحت ضغط القبائل حجر عثرة أمامه، خصوصا وأن الجنرال مواني عرف جيدا كيف يستغل هذا الوضع لصالحه. وهكذا صارع السلطان المحاصر إلى تعبئة القوات لإنقاذ فاس، وبعد زحف متدرج لقواته في ابن حسن في الغرب استطاعت الوصول إلى العاصمة في 21 ماي 1911، وبعد كسر الحصار ومطاردة رجال القبائل التي حاصرت مدينة فاس اتجهوا نحو صفرو وبعدها نحو مكناس، حيث استولوا على المدينة وأجبروا مولاي زين العابدين على التخلي عن مطالبه السياسية وعن ترأسه للسلطنة
وحل حكومته، وتم اقتياده إلى من فاه في مدينة فاس بعد أن نزع عنه لقب السلطان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.